أقوال القديسين. هل هناك خوف من فقدان الفيتامينات والمرض عندما نصوم؟ يقول القديس لوقا الطبيب الجراح: قد يعتقد أولئك الذين يقرؤون باهتمام عن حياة القديسين أنه من المستحيل أن يصوموا بنفس الطريقة التي فعلها كل هؤلاء الرجال والنساء القديسين. كانوا يحافظون على صيام الكنيسة دائماً، لم تكن هناك أيام خالية من الصيام بالنسبة لهم. كان لدى الكثير منهم الخبز والماء فقط ليأكلوا ولا شيء آخر. قد يبدو لك أن تأكل الخبز والماء فقط أمر خطير، من أين إذن سنحصل على الفيتامينات؟ لم يسمع القديسون العظماء قط عن الفيتامينات، ومع ذلك فقد صاموا بصرامة وعاشوا 100 عام أو أكثر، لأن نعمة الله دعمت أجسادهم أفضل بكثير من أطباقنا الفاخرة. غالباً ما تدمر تلك الأطباق صحتنا وتتسبب في العديد من أمراض المعدة والأمعاء وكذلك الصداع والنقرس. هؤلاء القديسين الذين حافظوا على الصوم لم يكن لديهم أي من هذه الأمراض، لذلك لا يشك أحد منا، لأنه إن كان صومنا عند الله فلا يضر، بل بالأحرى ستجعل أجسادنا وأرواحنا قوية.